هالو ليبي لايت، بالكومنت سو ماينم يوتيوب كانال. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الدرس حيكون عن ادوات ربط الجمل باللغة الألمانية. اول شي لازم نعرفه انه في عنا خمس ادوات ربط، يلي هن ابا دن اوند اودا وزوندان. هيدول الخمس ادوات ربط بيربطوا جملة رئيسية مع جملة رئيسية دائما، يعني نحن لازم نحفظهم انه هيدول الخمس ادوات ربط بيربطوا بين جملة رئيسية مع جملة رئيسية. والاهم هو انه يعني هيدول الادوات الربط ما بيغيروا اي شيء بالجملة، يعني الجملة بتبقى مثل ما هي، ما بيصير اي تغيير، والفعل لازم يبقى بالمرتبة الثانية. وهلا رح نتعرف عليهم مع بعض. اول شيء رح نبدا مع اداة الربط ابا. ابا بمعنى لكن. عندنا اول شيء هيدول الجملتين ايش هابو هويتو كاينت سايد، هيدي اول جمله رئيسيه. وعندنا الجمله الرئيسيه الثانيه فيا كونن ماغن انسكينو جين، وهيدي كمان الجمله رئيسيه. هلا شو المطلوب مننا؟ المطلوب انه نربط هيدول الجملتين الرئيسيتين مع ابا. ولكن هون المهم انه نحن بنستعمل، يعني بس بدنا نربط جملتين مع ابا بنستعمل كوما، هذا الشيء لازم ننتبه له كثير منيح. فهون شو بصير عنا؟ يلي بصير اول شيء بنحط الجمله الرئيسيه الاولى ايش هابو هويتو كاينت سايد، بيرجع من بعدها بنحط كوما وبنحط ابا يلي هي اداه الربط. ومن بعدها شو بنعمل؟ بنحط الجمله الرئيسيه الثانيه مثل ما هي فيا كونن morgen ins Kino gehen. فهيك الجملة صارت جاهزة عنا. فهون الخلاصة عنا انه آبا بس تفوت على الجملتين ما بتغير اي شيء، يعني الجملة الرئيسية الاولى بتبقى مثل ما هي والجملة الرئيسية الثانية كمان بتبقى مثل ما هي. بس اللي بنعمله انه بالموقع صفر، اوكي نحن عنا هون جملة وهون جملة، ولكن بالموقع صفر بنحط آبا وقبلها بنحط كوما فقط، هيدا الشيء اللي بنعمله، ما في اسهل من هيك. وهون في ملاحظة جدا مهمة، إذا كان عندنا بالجملة الرئيسية الثانية نفس الفعل والفاعل يلي موجود بالجملة الرئيسية الأولى، فنحن هون فينا نختصر. شو يعني؟ عندنا أول شيء مثلا هيدول الجملتين إيش هابو أين أوتو، وعندنا الجملة الرئيسية الثانية إيش هابو كاين فاغت، يا؟ هلا انتم المطلوب منكم انه تربطوا هدول الجملتين الرئيسيتين مع ابا، حاولوا جاوبوا. ممتاز، فبصير عنا ايش هابو اين اوتو كوما ابا ايش هابو كاين فاغد. اوكي، هون مثل ما ملاحظين جمله كثير سهله، بس يلي عملنا انه حطينا كوما وابا. وهون مثل ما ملاحظين انه عنا بالجملة الرئيسية الثانية نفس الفعل والفاعل يلي موجود بالجملة الرئيسية الأولى، فنحن هون شو فينا نعمل؟ فينا نختصر. فهون شو بصير عنا؟ إيش هابو أين أوتو أبا كاين فاغد. أوكي؟ مثل ما لاحظتوا نحن خفينا من الجملة الرئيسية الثانية الفعل والفاعل، ليه؟ لأنه عنا إياهم هن ذاتهم بالجملة الرئيسية الأولى. فهون دائما بس يكون عندنا بالجملة الرئيسية الثانية نفس الفعل والفاعل يلي موجود بالجملة الرئيسية الأولى، فنحن هون فينا نخفيه أو نختصر. طيب هلأ في عندي سؤال لإلكن، من شوي أخذنا جملة إيش هابو هويت كاينت ساي أبا فيا كونن ماغن إنسكينو جين. أنا هلأ سؤالي، هل فينا نختصر هيدي الجملة؟ يعني هل فينا من الجملة الرئيسية الثانية نشيل الفعل والفاعل لحتى نختصر؟ حاولوا جاوبوا. صحيح، نحن ما فينا نختصر بهيدي الجملة، لا لأنه بالجملة الرئيسية الثانية عنا الفعل والفاعل مختلفين. بالجملة الرئيسية الأولى عنا إيش هابو، أما بالجملة الرئيسية الثانية عنا فيا كونن. أوكي؟ فدائما بس يكون عندنا بالجملة الرئيسية الأولى والثانية الفعل والفاعل مختلفين، فنحن هون ما فينا أبدا نختصر. وهلأ رح نعمل اختبار مع آبا ونحلهم مع بعض، جاهزين؟ عندنا أول شيء أول جملة رئيسية إيش جيو
وعنا الجملة الرئيسية الثانية Do bleibst hier. هلأ أنتوا المطلوب منكم إنه تربطوا لي هيدول الجملتين الرئيسيتين مع أبا. حاولوا جاوبوا. ممتاز. فهون بصير عنا Ich gehe, Aba du bleibst hier. في أسهل من هيك؟ بس اللي عملنا إنه حطينا الجملة الرئيسية الأولى مثل ما هي، حطينا كوما، بعدين أبا، بعدين حطينا الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي. طيب هلأ سؤالي لإلكن، هل فينا من الجملة الرئيسية الثانية نختصر الفعل أو الفاعل؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. طبعا ما فينا نختصر، لا، لأنه عنا بالجملة الرئيسية الأولى أو الثانية الفعل والفاعل مختلفين. عنا بالجملة الأولى إيش gehe، وعنا بالجملة الرئيسية الثانية دو bleibst، يعني مختلفين. فلهذا السبب نحن ما فينا أبدا إنه نختصر. وهون عنا مثال تاني. عنا أول شي الجملة الرئيسية الأولى إيش liebe زي، يعني أنا بحبها، وعنا الجملة الرئيسية الثانية زي liebt mich nicht، يعني أنه هي ما بتحبني. هلأ المطلوب منكم إنه تربطوا هيدول الجملتين الرئيسيتين مع أبا. حاولوا جاوبوا. ممتاز. فهون الجواب عنا إيش ليبو زي كما أبا زي ليبت مش نشت. أوكي؟ هون بس اللي عملنا إنه حطينا الجملة الرئيسية الأولى مثل ما هي كما، بعدين حطينا أبا، بعدين حطينا الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي. أوكي؟ وهلأ رح ننتقل لأداة الربط الثانية يلي معنا ويلي هي دن. دن بمعنى لأن. عنا أول شيء أول جملة رئيسية أليكس هات كاين تسايت، يعني أليكس ما عنده وقت. وعنا الجملة الرئيسية الثانية إير موس أبايتن، يعني هو لازم يشتغل. هلأ المطلوب مننا أن نربط هيدول الجملتين الرئيسيتين مع دن. فهون شو بصير عنا؟ بكل سهولة أول شيء منحط الجملة الرئيسية الأولى مثل ما هي، ما منغير فيها أي شيء، يعني أليكس هات كاين تسايت. بعدين منحط كوما، الكوما جدا مهمة، دائما منحط كوما. بعدين منحط دن. أوكي؟ من بعد الدن منحط الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي، يعني بدون أي تغيير. فهون شو بصير عنا؟ أليكس هات كانت سايد كوما دن إير موس أبايتن. ولا أسهل من هيك، يعني الجملة الرئيسية الأولى مثل ما هي، الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي، بالنص منحط أبا وقبلها كوما. وهون في ملاحظة جدا جدا مهمة، يلي هي إنه نحن مع دن ما فينا أبدا نختصر. يعني حتى لو كان عنا بالجملة الرئيسية الثانية الفعل والفاعل هو نفسه بالجملة الرئيسية الأولى، نحن ما فينا أبدا نختصر. هيدي ملاحظة جدا مهمة، يعني شو ما كان الحالة عنا مع دن ما فينا نختصر. طيب هلأ رح ناخد أمثلة مع دن ونحلهم مع بعض. أول جملة رئيسية عنا إيش gehe zum Arzt، وعنا الجملة الرئيسية الثانية إيش bin krank. هلأ المطلوب منكم إنه تربطوا هيدول الجملتين الرئيسيتين مع دن. حاولوا جاوبوا. ممتاز. فهون الإجابة عنا بتكون إيش gehe zum Arzt كما دن إيش بين كرانك. ما في أسهل من هيك، بس اللي عملنا حطينا الجملة الرئيسية الأولى مثل ما هي بدون أي تغيير، من بعدها حطينا كما وحطينا دن، وآخر شي حطينا الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي بدون أي تغيير، والفعل لازم دائما يكون بالمرتبة الثانية. وهون عنا مثال تاني. الجملة الرئيسية الأولى عنا أنا كان نيشت كوم، وعنا الجملة الرئيسية الثانية زي ist auf einer Hochzeit. هلأ المطلوب منكم أن تربطوا هيدول الجملتين مع دن. ممتاز. فهون الإجابة عنا أنا كان نيشت كوم كوما دن زي ist auf einer Hochzeit.
فهون شو صار عندنا؟ بس نزلنا الجملة الرئيسية الأولى مثل ما هي، حطينا كوما ودن، وحطينا الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي، أوكي؟ ولكن سؤالي لإلكم، هل فينا نختصر بهيدي الجملة؟ ممتاز. ليه؟ لأنه نحن مع دن ما فينا أبداً نختصر، يعني ما فينا نشيل الفعل أو الفاعل. وهلأ رح ننتقل لأداة الربط الثالثة يلي معنا، ويلي هي أوند. أوند بمعنى و. عندنا هون أول جملة رئيسية، إيش كوفا أينن تي؟ أنا أشتري شاي. وعندنا الجملة الرئيسية الثانية، إيش كوفا أينن زفت؟ يعني أنا أشتري عصير. هلأ المطلوب مننا أن نربط هيدول الجملتين الرئيسيتين مع أوند. ولكن في ملاحظة جدا مهمة، إنه نحن دائما مع أوند ما بنحط كوما، يعني بدون فاصلة. انتبهوا لهيدا الشيء كتير منيح، أبدا. فهون شو بصير عندنا؟ إيش كوفا أينن تي؟ und ich kaufe einen Saft. مثل ما لاحظتوا نزلنا اول شيء الجمله الرئيسيه الاولى مثل ما هي، بعدين بالنص حطينا und، وبعدين حطينا الجمله الرئيسيه الثانيه مثل ما هي. وهون مثل ما ملاحظين انه احنا ما حطينا بالجمله كوما، لانه نحن مع und ابدا ما بنحط كوما ابدا. طيب، والخبر الحلو انه نحن مع und فينا نختصر، يعني اذا كان عندنا بالجمله الثانيه نفس الفعل والفاعل يلي موجود بالجملة الرئيسية الأولى، فنحن فينا نختصر. يعني هون مثل ما ملاحظين عنا بالجملة الأولى إيش كوفو، وبالجملة الثانية عنا كمان إيش كوفو، يعني عنا نفس الفعل والفاعل، فنحن هون فينا نختصر. فهون شو بصير عنا؟ إيش كوفو أينن تي und أينن زفت. نحن خفينا الفعل والفاعل يلي موجودين بالجملة الثانية، نحن بس خفيناهم، نحن فينا نقولهم ما في أي مشكل، ولكن لحتى نختصر بالحكي نحن بس يعني نخفيهم. وهلا رح ناخد امثله مع اوند ونحلهم مع بعض. جاهزين؟ رح نبدا. فيا فان دانجان، يعني نحن بنحب انه نمشي لمسافات طويله. وعندنا الجمله الثانيه الرئيسيه الثانيه، unsere Kinder kommen auch gern mit، يعني اولادنا كمان بحبوا يجوا معنا. هلا المطلوب منكم انه تربطوا هدول الجملتين الرئيسيتين مع und. ممتاز. فهون شو بصير عندنا؟ wir wandern gern und unsere Kinder kommen auch gern mit. ما في اسهل من هيك، بس يلي عملنا حطينا الجمله الاولى الرئيسيه الاولى مثل ما هي، حطينا أون بدون كوما، حطينا الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي بدون أي تغيير. طيب هلأ سؤالي لإلكم، هل فينا بهيدي الجملة نختصر؟ ممتاز. طبعا نحن ما فينا أبدا نختصر بهيدي الجملة، لأنه إن كان بالجملة الأولى أو بالجملة الثانية عنا الفعل والفاعل مختلفين، فلهذا السبب ما فينا أبدا نختصر. وهلأ رح ننتقل لأداة الربط الرابعة يلي معنا، ويلي هي أودا. أودا بمعنى أو. عنا هون أول جملة رئيسية، جين فيا شنل، يعني هل بنمشي بشكل سريع؟ وعنا الجملة الرئيسية الثانية، جين فيا لانجزام، يعني هل بنمشي بشكل بطيء؟ هلأ المطلوب مننا أنه نربط هيدول الجملتين مع أودا. فنشو بصير عنا؟ ولكن قبل ملاحظة، مع أودا نحنا ما منحط كوما، كاين كوما، أوكي؟ اكتبوا لهذا الشيء كتير منيح. فبصير عنا جين فيا شنل اودا جين فيا لانجزام. لاحظتوا؟ نحن شو عملنا؟ حطينا اول شيء الجمله الرئيسيه الاولى مثل ما هي بدون اي تغيير، حطينا بالنص اودا، وبعدين حطينا الجمله الرئيسيه الثانيه مثل ما هي بدون اي تغيير. فهذا الشيء لازم ننتبه له كتير منيح. وهون الخبر الحلو انه نحن فينا مع اودا نختصر. فمثل ما ملاحظين عنا طبعا بالجملة الرئيسية الثانية عنا نفس الفعل والفاعل يلي موجود بالجملة الرئيسية الأولى، فنشوف فينا نعمل، فينا نقول gehen wir schnell oder langsam. لاحظتوا؟ خفينا الفعل والفاعل من الجملة الرئيسية الثانية، لأنه عنا إياهم هن ذاتهم بالجملة الأولى، فإحنا لم نعمل هيك فقط لحتى نختصر بالحكي، أوكي؟ يعني ما في أي مشكل إذا بنقولها مثل ما هي، يعني ما بنعمل أي إنه ما بنخفيهم، ما في أي مشكل، ولكن إنه أسهل للحكي طبعاً لحتى نخفيهم. فالاثنين صح، فأنتوا فيكم تختاروا اللي بدكم إياه.
وهلا رح ناخد امثله معقوده ونحلهم مع بعض. جاهزين؟ عنا اول شيء، اول جمله رئيسيه، ايش بزوخه ماينه إلتن، انا ازور والدي. وعنا الجمله الرئيسيه الثانيه، ايش بزوخه ماينه تخته. هلا المطلوب منكم انه تجمعوا او تربطوا هدول الجملتين مع اودا. حاولوا جاوبوا. ممتاز. فهون بصير عنا ايش بزوخه ماينه إلتن، اودا ايش بزوخه ماينه تخته. هون مثل ما ملاحظين اول جمله رئيسيه حطيناها مثل ما هي بدون اي تغيير، حطينا اودا بدون كوما، انتبهوا. بعدين حطينا الجمله الرئيسيه الثانيه مثل ما هي. طيب هلا المطلوب منكم انه تختصروا هيدي الجمله، حاولوا جاوبوا. ممتاز. فهون بصير عنا ايش بزوخه ماينه إلتن، اودا ماينه تخته. يا فعم مثل ما ملاحظين عنا بالجمله الرئيسيه الثانيه نفس الفعل والفاعل اللي موجود بالجمله الرئيسيه الاولى، فهون نحن فينا نخفيهم وتصير عنا الجمله بهذا الشكل. وهون عنا المثال الثاني، اول جمله رئيسيه فولت ايا مت اونس فاغن، يعني هل بدكم تروحوا معنا؟ وعنا الجمله الرئيسيه الثانيه زولن في الاين فاغن، او انه بنروح لحالنا. طبعا هلا المطلوب منكم انه تربطوا هدول الجملتين مع اودا، حاولوا جاوبوا. ممتاز. فهون الجواب عنا فولت ايا مت اونس فاغن، اودا زولن في الاين فاغن. هون مثل ما ملاحظين اول شيء نزلنا الجمله الرئيسيه الاولى مثل ما هي، حطينا اودا بدون كوما، بعدين حطينا الجمله الرئيسيه الثانيه بدون اي تغيير. وهلا السؤال لكم، هل فينا بهيدي الجمله نختصر؟ ممتاز. ما فينا نختصر لان عنا الفعل والفاعل مختلفين ان كان بالجمله الرئيسيه الاولى او بالجمله الرئيسيه الثانيه، فهيدا بدل انه ما فينا نختصر ابدا. وهلا رح ننتقل لاخر اداه ربط معنا لليوم ويلي هي زوندان. زوندان بمعنى بل. عندنا هون اول جمله رئيسيه، ايش فليجو نيشت ناخ ايطاليان، يعني انا ماني مسافره على ايطاليا. وعندنا الجمله الرئيسيه الثانيه، ايش فليجو ناخ اسبانيان، يعني انا مسافره على اسبانيا. هلا المطلوب مننا انه نربط هيدول الجملتين الرئيسيتين مع زوندان، ولكن لازم ننتبه انه نحن مع زوندان لازم دائما نحط كوما، يعني دائما لازم يكون في فاصله. فنشوف بصير عندنا، ايش فليجو نيشت ناخ ايطاليان، زوندان ايش فليجو ناخ اسبانيان. هم مثل ما لاحظتوا اول شيء حطينا الجمله الرئيسيه الاولى، حطينا بعدين كوما، بعدين حطينا زوندان، بعدين حطينا الجمله الرئيسيه الثانيه مثل ما هي بدون اي تغيير. وهون في ملاحظ جدا مهمه، مع زوندان نحن دائما بالجمله الاولى اوكي دائما بيكون هو النفي، يعني القائل او النشت لازم تكون بالجمله الرئيسيه الاولى، ما فينا ابدا نحط قائل او نشت بالجمله الرئيسيه الثانيه، غلط. يعني الجمله الرئيسيه الاولى لازم يكون فيها النفي قائل او نشت اوكي، والجمله الثانيه هي بتعطينا العكس. يعني نحن هون اول شيء قلنا انا ماني مسافره على ايطاليا، هيدا نفي. الجملة الثانية أنا مسافرة على إسبانيا، هيدا العكس، هيدا التصحيح، أوكي؟ انتبهوا لهيدا الشيء كتير منيح. والخبر الحلو إنه نحن مع زوندان فينا نختصر، مثل ما ملاحظين بهيدي الجملة عنا بالجملة الرئيسية الثانية الفعل والفاعل هو ذاته بالجملة الرئيسية الأولى، إيش فليجو، وعنا بالجملة الثانية كمان إيش فليجو، فهلا شو فينا نعمل؟ فينا نختصر، فشو بصير عنا؟ إيش فليجو نيشت ناخ إيطاليان زوندان ناخ اسبانيان، اوكي؟ بس اللي عملناه انه خفينا الفعل والفاعل من الجملة الرئيسية الثانية، لأنه أصلاً موجود بالجملة الرئيسية الأولى. وهلأ رح ناخد أمثلة مع زوندان ونحلهم مع بعض. أول شيء عنا أول جملة رئيسية، فيا هاتن كاينن اشتغايت، يعني إحنا ما كنا عم نتجادل. وعنا الجملة الرئيسية الثانية، فيا هاتن أونس نورمال أنت هالتن، يعني إحنا إنه كنا عم نحكي بشكل طبيعي. طيب هلا المطلوب منكم انه تربطوا هدول الجملتين الرئيسيتين مع زوندان، حاولوا جاوبوا.
ممتاز. فهون شو بصير عنا؟ Wir hatten keinen Streit, sondern wir hatten uns normal unterhalten. يا مثل ما ملاحظين أول جملة رئيسية حطيناها مثل ما هي، حطينا بعدين كوما، بعدين حطينا زوندن، ومن بعدها حطينا جملة رئيسية الثانية مثل ما هي. ومثل ما ملاحظين عنا النفي موجود بالجملة الأولى keinen Streit. يا وبعدين بالجملة الثانية نحنا كنا عم نحكي العكس، إنه نحنا ما كنا عم نتجادل، نحنا كنا عم نحكي بشكل طبيعي. وهون عنا المثال الثاني، أول جملة رئيسية عنا lernt nicht am Tag، يعني هو ما بيدرس بالنهار. وعنا الجملة الرئيسية الثانية lernt am Abend، يعني هو بيدرس بالليل. طيب هلأ المطلوب منكم إنه تربطوا هيدول الجملتين الرئيسيتين مع sondern. ممتاز. فهون بصير عنا lernt nicht am Tag, sondern lernt am Abend. يعني هو ما بيدرس بالنهار، هو بيدرس بالليل، وإنما هو يدرس في الليل. فهون مثل ما ملاحظين أول شيء حطينا الجملة الرئيسية مثل ما هي بدون أي تغيير، من بعدها حطينا كوما وزوندن، بعدين حطينا الجملة الرئيسية الثانية مثل ما هي بدون أي تغيير. ما في أسهل من هيك. مثل ما ملاحظين عنا النفي، اوكي، عنا يا دائما مع زوندن بالجملة الأولى، عنا nicht am Tag يعني مش إنه بالنهار، وعنا يعني العكس أو التصحيح بيكون بالجملة الثانية، يعني حطينا am Abend يعني بالليل. فهذا الشيء لازم ننتبه له كتير منيح. وهلأ المطلوب منكم بهذه الجملة إنه تختصروا، حاولوا جاوبوا. ممتاز. فهون بصير عنا lernt nicht am Tag, sondern am Abend. يا طبعا نحن عنا الفعل والفاعل هو ذاته موجود إن كان بالجملة الأولى أو بالجملة الثانية، فهون نحن أكيد فينا نختصر. وهلأ صار وقت الاختبار الكبير يلي إلكن. هلأ رح تعملوا اختبار بالخمس أدوات يلي أخذناهن اليوم. طبعا رح اعطيكم انا جمل مختلفة وانتو لازم تختاروا شو هي الاداة المناسبة يلي لازم نحطها بهيدي الجملة. وهلأ رح نبدأ. وبهيك بيكون خلص درسنا لليوم. الاختبار يلي عملتوه من شوي كانت العلامة عن 5. انتو هلأ اكتبوا لي بالتعليقات قد جبتوا عن 5، واكيد انا بنصحكم اذا جبتوا اقل من 3 فارجعوا مرة تانية شوفوا الدرس افهموه كتير منيح وحاولوا انه حلوا معي. واكيد ممكن انتو كمان تعملوا تمرينات لوحدكم بالبيت، هذا الشي كتير رح يفيدكم. واكيد اذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله، وبشوفكم بالفيديو الجاي. تشاو.